والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر فيومئذ لا يعذب عذابه
ودخلي في عبادي.